أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتناول بها نوع آخر من الشبكات يدعى بالديسكريت هوفيلد نتورك. نوع من الشبكات الديسكريت هوفيلد نتورك هي أيضا إتريتيف أوتو أسوشياتيف نتورك، تشبه الشبكات اللي شرحناها بالمحاضرة السابقة. هذا النوع من الشبكة ديفلوب من قبل هوبفيلد، والديفلوبمنت مالتها كان في عام 1982 وصار عليها ابديتنج في عام 1984. النت من نوع اتريتيف اوتو اسوشياتيف، ومن اقول اتريتيف معناها اذا احكي على ريكرنت نتورك فهي فولي انتركونكتد نيورال نتورك. من أقول fully interconnected معناها كل نيورون تطلع من عنده مجموعة من اللينكس تربط باقي هذا النيورون مع باقي النيورونز. فعندي كل نيورون بي broadcasting للسيجنال مالته من خلال اللينكس اللي حصير مع كل النيورونز البقية. الميزة اللي تمتاز بها Hopfield Network إنه هي تحمل symmetric weights with no self connection. بمعنى آخر، من أقول symmetric weights معناها the weight of ij equal weight of ji، و with no self connections تعني إنه the weight of ii equal zero. بمعنى آخر، بالفيدباك النيورون مع نفسه ما رح يرتبط، وإنما يربط الفيدباك اللي ظاهر من النيورون i مع كل باقي النيورونز الأخرى. أكو فرقين رئيسية بالرغم من بساطتها بس مهمة ما بين الديسكريت هوفيلد نيتورك وما بين الاتريتيف اسوشياتيف نيتورك اللي أخذناها سابقا. الفرقين اللي نحكي عنها، أول شيء أنه في عملية التحديث فقط في كل مرة هنالك يونت واحدة اللي تحدث الاكتيفيشن. بمعنى أنه أنا ما راح أجي أحدث كل النيورونز اللي عندي في آن واحد، وإنما في كل آن في كل لحظة عملية التحديث الاكتيفيشن احتساب الاكتيفيشن راح تجري على يونت واحدة فقط، اعتمادا طبعا على الإشارات اللي راح تجيها من أذر النيورونز، باعتبار انه باقي النيورونز هي تنزلها فيدباك، فالسيجنالز اللي راح تجي فيدباك من باقي النيورونز حتمثل لي السيجنال الرئيسية اللي جاية إلى النيورون اللي ده نجري عليه عملية الحساب. الفرق الثاني إنه كل يونت تستمر باستلام الاكسترنال سيجنال، السيجنال الخارجية بالإضافة إلى السيجنال اللي جايتها من أذر يونت. فش حيصير عندنا الانبوت؟ الانبوت لكل يونت باللحظة المعينة حيكون مجموعة السيجنالز مضروبة بالويت اللي راجعة فيدباك من باقي النيورونز، إضافة إلى الانبوت سيجنال اللي جاي اللي داخل على هذا النيورون. عندنا عملية الأسينكرونس أبديتينج لكل واحدة من الوحدات تسمح لنا بفانكشن تدعى بالإنرجي أو اليابينوف فانكشن لأن تكون موجودة. وجود هذا الفانكشن يسمح لي للشبكة مالتي لأن تكون عندها لأن تمر في حالة كونفيرج إلى ستيبل سيت أوف أكتيفيشن. بمعنى انه نشوف الاوتبوت بعد ما تمر فترة من الزمن، بعد ما نسمح للنتورك بالعمليات الابديتنج نشوف الاوتبوت راح يصير بيه كونفيرجنس الى فتسيت ثابت سيت مستقر وما راح يصير بيه اوسيليشن هذه الشبكة. الاركيتكتشر لهذه الشبكة او الحقيقة الاكسباندد فورم للاركيتكتشر لهذه الشبكة، عندنا مجموعة من النيورونز إذا تلاحظون Y1 Y2 YI up to YN. يجيها كل نيورون يجي input signal X1 for Y1 X2 تدخل على Y2 X of I تدخل على Y of I وال X of N تدخل على Y of N. تلاحظون هنا من أقول X1 تدخل كسيجنال على Y1 هنا ما عندي لينك، عندي سيجنال تدخل straight forward. X2 تدخل على Y2 أيضا بدون لينك، السيجنال تجي مباشرة تدخل على Y2.
وهكذا إلى حد الواي ان. من قلنا النتورك بها انتركونكشن لباقي النيورونز، لاحظوا السيجنال اللي راح تطلع من واي 1 تطلع لي بها لينك الى واي 2، فراح يصير عندي الويت اللي موجود هنا أنا هو الويت اوف 1 2 لينك، طلع لي من نيورون 1 دخل على نيورون 2، فعندي الديستنيشن مالتي هو 2 فالويت اوف 1 2 والسورس هو نيورون 1 الويت اوف 1 2. في نفس الوقت راح يطلع لي لينك اخر يروح على نيورون اي فيحمل لي ويت، هذا الويت حيكون ويت اوف 1 اي، والويت الاخر اللي اللينك الاخر اللي طلع لي من واي 1 راح الى الواي ان ابر لينك، هذا اللينك يحمل لي ويت، الويت مقداره السورس جاييني من نيورون 1 ويوصل ديستنيشن الى نيورون ان. لو نلاحظ النيورون الثاني ده ينطيني فيدباك من خلال لينكس، ترجع لي سوي برودكاستنج للسيجنال موجوده الاكتيفيشن او الاوتبوت سيجنال موجوده بالواي 2 الى باقي النيورونز. فلاحظوا اللينك يطلع لي من واي 2 الى واي 1 ومن واي 2 الى الواي اي ومن واي 2 الى الواي ان. نفس الكلام ينطبق على نيورون واي اي، يغذي لي اول نيورون ويغذي لي ثاني نيورون ويستمر لحد ما يوصل الى نيورون ان، وهكذا للبقيه. طبعا الكلام اللي ده نتحدث به هنا يظهر لي انه الواي 1 من يسوي برودكاستنج فيدباك سيجنال، الفيدباك سيجنال حتروح تغذي باقي النيورونز في حين ما يغذي نفسه، وهذا التعبير with no self connection. هذا اللي يخلينا نقول الويت اوف اي اي اكوال زيرو، بمعنى انه الويت اوف 1 1 يساوي زيرو، الويت اوف 2 2 يساوي زيرو، وهكذا الكلام لحد ما نوصل الى الويت اوف ان ان. الالجوريثم عندنا هناك الحقيقه اكثر من فيرجن من ديسكريت هوفيلد نتورك، فعندنا اول ديسكريبشن اللي ظهر لي الهوفيلد نتورك بال 1982 يستخدم انبوت من نوع باينري، فعندنا الفكتورز اللي راح تدخل كانبوت للنتورك هي باينري انبوت. في كل الحالات اللي نريد نخزن بيها اني باترن سواء كان باينري او بايبولر، السيت اللي راح يجيني هو S of P والبي من باترن 1 الى كابيتال P، والS of P متكون من مجموعه من الاليمنتس S1 of P S2 of P SI of P وصولا الى SN of P. الويت ماتريكس في حاله الباينري انبوت راح يساوي لي الويت اوف اني اليمنت بالويت ماتريكس الويت اوف اي جي يساوي سميشن فروم بي ايكوال 1 الى كابيتال بي. بما انه الانبوت عندي باينري الويت يحاول جهد الامكان ان يحول لي القيم وكانما السيجنال اللي داخله باي بولر، ففي حال الانبوت باينري راح نتعامل بالسيجنال بالويت ماتريكس راح ناخذ 2SI of P minus 1 مضروبة في 2SJ of P minus 1. هذه العملية إذا نذكر من ردنا نحول any signal from binary إلى bipolar كنا نضربها في 2 نسوي لها scaling ونرجع نسوي لها shifting بمقدار minus 1، فكأنما اللي جايتني السيجنال بالرغم من انه هي باينري واعرف بها باينري بس في حساباتنا للويت راح اضربها في 2 واطرح منها 1. فنشوف هنا 2SI of P minus 1 فمضروبة في 2SJ of P minus 1. على فكرة هنا الاي والجي اللي نتحدث عنهم لازم تكون غير متساوية، في حالة تساوي الاي والجي بمعنى انه J يساوي لـ I فالweight of I I equal 0، هذا يمثل لي قيمة الوزن الدياغونال. الأوزان البقية اللي موجودة عندنا ما يحتاج انه أحسبها كلها، كل اللي أحتاجه نحسب الweight of I J، وعندي لا ننسى ان الweight of J I حيكون مساوي الweight of I J، بمعنى انه أنا أقدر أحسب نص الماتريكس دياغونال من فوق الدياغونال النص الابر
بارت من الويت ماتريكس نقدر نحسبه، واللور بارت اللي اسفل الدايجونال حيكون مساوي باعتبار ان الويت اوف اي جي يساوي الويت اوف جي اي. التوصيف الثاني اللي صار على هوفيلد بال 1984 انه سمح للبايبولر انبوت بالدخول على الشبكه وبامكان ان نخزن بايبولر انبوت. بهالحالة الويت ماتريكس ما يحتاج اضرب فيه اثنين واطرح واحد، اللي حيصير عندي الويت اوف اي جي اني اليمنت بالويت ماتريكس يساوي لي سميشن فروم بي ايكوال 1 الى كابيتال بي، طالما الانبوت عندي باي بولر السيجنال عندي باي بولر فراح يصير عندي اس اي اوف بي مضروبه في الاس جي اوف بي. هنا ضربناها في اثنين وحولناها الى واحد وكانما الانبوت جاييني هو باينري، عفوا وكانما الانبوت اللي جاينا هو باي بولر بالرغم من معرفتي انه الانبوت اللي جاينا باينري، في حين هنا ما ضربنا فيه اثنين ولا طرحنا منها واحد على اعتبار انه السيجنال اللي داخله الابلكيشن باي بولر في ديسكريت اوف. طبعا هذا الكلام نفس الكلام مالنا، هذا الكلام الويت اوف اي جي يساوي الابلكيشن القيم فور اول اي لا يساوي جي، اذا اي يساوي جي ذاك الوقت الويت اوف اي هذا الكلام حنستخدم بالحفظ بالقوانين اللي شرحناها قبل شوية. اذا كان الدايجونال يساوي لي صفر باينري فراح استخدم القانون الويت اوف اي جي يساوي سميشن فروم بي ايكوال 1 الى كابيتال بي لحاصل ضرب ال 2 اس اوف اي للباترن بي ناقصا واحد في ال 2 اس اوف جي للباترن ناقصا واحد. بعد ما سويت initialization أو storing للباتر راح نقول for each input vector x عندي راح يدخل على network x do steps from 3 to 7 from 3 to 7. هذه الخطوات اللي لازم نكررها على كل input vector. فخلينا نفترض مبدئيا إجاني input vector أول input vector، شنو اللي راح نسوي؟ راح نخلي القيم initial activation of net equal الى الاكسترنال انبوت فيكتور اكس، حنخلي القيم الاوليه مالت النيوروز واي 1 واي 2 الى واي 1 الى واي ان مساويه الى القيم مال الانبوت فيكتور، بمعنى اخر الواي اوف اي يساوي الاكس اوف اي والاي من 1 الى ان. بالستيب نمبر 4 مطلوب من عندنا ان نكرر الخطوات من 7 الى 5 لكل يونت من اليونتات الموجودة عندي، لكل نيورون من النيورونز اللي موجودة عندنا. إيش قد عندي من نيورونز؟ عندي أم من النيورونز، فيفترض الخطوات from 5 to 7 أكررها على كل يونت على كل نيورون من النيورونز اللي موجودة عندنا. طيب هنا أنا ملاحظة مهمة جدا، يقول اليونت should be updated in random order، يعني ما احتاج اقول اول شيء اسوي ابديتنج لي واي 1 بعدين واي 2 بعدين واي ان، لا الالجوريثم يفترض من عندنا انه اختارهم راندوملي. ممكن انا اختار اول شيء واي 3 then واي 5 then واي 1 then واي 2 وهكذا. اختاريت بغض النظر اختاريت واحده من الوحدات، الشيء اللي لازم نسويه حاليا بالستيب 5 انه احسب النت لهذا اليونت. النيت لهذا اليونت اللي هو الواي ان اوف اني نيورون اي شي يساوي لنا؟ يساوي مثل ما قلنا اكو عندي اكسترنال سيجنال سميتها اكس اوف اي، فيساوي لي الاكس اوف اي كسيجنال اللي انبعتها موجوده عندي بلس اللي جاينا السيجنالز البقيه اللي جايتني من باقي النيورونز اللي هي القيم مال النيورونز البقيه سيجنال الاكتيفيشن مال النيورونز البقيه الواي اوف جي مضروبة في الويت اوف جي اي، وهنا الكلام من جي ايكوال 1 الى ان، وماخذين بنظر الاعتبار انه الويت اوف اي جي يساوي للويت اوف جي اي، لننساها الويت اوف اي جي بالويت ماتريكس يساوي الويت اوف جي اي والويت اوف اي اي يساوي صفر. بعد ما حسبت النيت لهذا النيورون للنيورون اي نجي نحدد الاكتيفيشن. من اقول احدد الاكتيفيشن اقصد بها الاوتبوت سيجنال مال النيورون. فعندنا الاكتيفيشن فانكشن اللي حستخدمها اللي بوجبه احسب قيمه الواي اوف اي تاخذ لي
ثلاث حالات مثل الطريقة السابقة، يا إما الأوتبوت يكون عندي 1 ويكون 1 إذا كان الـ y in of i أكبر من threshold theta of i، والـ y of i يبقى على حالة ما يتغير، يبقى على حالة يبقى محافظ على قيمة السابقة ما يتغير إذا كانت قيمة النت للنيورون i مساوية لـ threshold value of i، ويساوي لي صفر إذا كانت قيمة النت أصغر من theta of i. أرجع أقول الخطوة 5 حسبت النت، الخطوة 6 حسبت قيمة الاكتيفيشن الاوتبوت سيجنال مال كل نيورون، هنا بدنا نحكي عفوا للنيورون اي، وحسبت الاكتيفيشن مال نيورون اي. هسه الخطوة رقم 7، هذه القيمة حنعملها برودكاستنج، راح تبدا تغذي كل الوحدات البقية، بمعنى آخر دا اسوي ابديتنج للاكتيفيشن فيكتور. الخطوة رقم 8، هذا الكلام قبل ما انتقل الخطوة رقم 8، هذه الخطوات 5 6 7 راح تتكرر لي على كل الوحدات الموجودة عندي، يعني راح نستلم اول يونت بالابديت، قلنا اختيارها يكون راندوملي، احسب النيت مالها، اطلع الاكتيفيشن، اخلي الاوتبوت مال تي يروح يسوي برودكاستنج لباقي النيورونز، بعدين اختار اليونت الاخرى راندوملي من بين المجموعة الموجودة، احسب النيت مالتها، احسب الاكتيفيشن مالها، والاوتبوت اللي راح احصله اخليه يصير برودكاستنج لباقي النيورونز لحين ما تكمل عندي كل الوحدات. طيب هذا الكلام بدنا نحكيه لاول فيكتور، لاول انبوت فيكتور، بعدين راح يرجع يدخل ثاني انبوت فيكتور، وهم نشيك الحال، والثالث، وهكذا على عدد الانبوت فيكتورز. الخطوة بعد ما تدخل كل الانبوت فيكتورز نيجي نشيك هل صار عندنا كونفيرجنز لو لا. اذا صار كونفيرجنز، والفكرة بالكونفيرجنز انه اني اشوف القيم اللي عندي مالت الاكتيفيشن مو مالت الاوزان، قيم الاكتيفيشن استقرت عند حال معين، قيم الاوتبوت، الاوتبوت سيجنال مال النيورونز مالتنا استقرت عند حال معين، فذاك الوقت اقول ايه صار كونفيرجنز عندنا. هنا ملاحظتين جديرة بأن نذكرها، بالغالب الثريشولد ثيتا تأخذ زيرو، فمن أقول تأخذ زيرو معناها قيمة الاكتيفيشن للنيورون واي اي حتساوي لواحد إذا كان النت أكبر من زيرو، وتبقى محافظة على قيمتها إذا كان النت يساوي لي زيرو، وتساوي لي زيرو إذا كان النت مالتي less than زيرو. الملاحظة الأخرى إنه الأوردر مال أبديت لليونتس از راندوم، ذكرناه هنا ورجعنا اكدنا عليه هنا، بس من اقول راندوم لا تعني انه اني اسمح للنيورون واي 1 انه اسوي ابديتنج على القيم مالته، او اسوي له ابديتنج للاكتيفيشن مالته بعدد اكبر بكثير من باقي النيورونز. لا، يفترض بالرغم انه انا اختاريتهم راندوملي، بس احاول جهد الامكان ان اخلي الابديتنج للاكتيفيشن مالتهم بالسيم افريج ريت. يعني من اقول سيم افريج ريت، اذا انا سويت ابديتنج على القيم الاكتيفيشن مال واي 1 10 مرات، يفترض بهالحدود يكون عندي الاكتيفيشن على واي 2 وعلى واي 3 وحد واي ان، يعني الاكتيفيشن لكل نيورونز المفروض يكون السيم افريج ريت. هذا بشكل مركز الابليكيشن الجوريثم مالت الديسكريت هوبفيلد. حتى نفهم الالجوريثم بشكل واضح وشكل سلس، راح ناخذ مثال عليه اكزامبل 10. بهذا الاكزامبل نسوي تيستينج للديسكريت هوبفيلد نت، وراح نخلي بالابليكيشن راح يجينا انبوت فيكتور يحويل على مستيك بالفيرست والسكند كومبوننتس اوف ذا ستورد فيكتور. نحكي مستيكس على الـ first و second component of the stored vector. بعد الـ example راح نفرض الـ vector اللي جاينا يا إما 1110، هذا في حال إنه أنا عندي binary input، أو إذا كان bipolar فنأخذ الـ equivalent مالته، حيكون عندنا 11 بدل الزيرو حيكون عندي minus 1. هذا الـ vector راح نفترضه هو الـ vector اللي انخزن عندي بالشبكة، وراح يجينا يدخل على الشبكة binary input vector، هذا corresponding إلى الانبوت فيكتور اللي 110،
حفترض انه عندي الانبوت فكتر اللي خزناه هو 110، راح يجيني على الشبكه باينري انبوت فكتر with two mistakes. المستيكس اللي موجوده به بالفيرست والسكند كومبوننتس، فطالما التمثيل ادي باينري ريبرزنتيشن ادي باينري تو mistakes بالفيرست والسكند كومبوننتس، معناته هذه كانت 1 راح تصير عندنا 0، وهذه كانت 1 صارت عندي 0. هذه التو كومبوننتس راح تبقى محافظه على قيمها 1 0. نرجع نذكر، بالرغم من انه الهوفيلد نت تستخدم لي باينري فيكتورز، الويت ماتريكس حيكون عندنا بالباي بولر. الويت ماتريكس مو قيمته 1 و-1، لا، القيم مالته ممكن تاخذ لي اي فاليوز، ممكن تكون 2 3 4 بالنيجاتيف، بس الفكره عمليه احتساب الويت ماتريكس حتكون بصيغه باي بولر. من اقول بصيغه باي بولر معناه الفكتور اس راح اضربه في 2 واطرح من عنده 1 من احسب الويت ماتريكس. طيب خلينا نفترض الويت ماتريكس حسبناه من مثالنا السابق في اكزامبل 9، ديال هذا هو 1 1 1 -1 كان مثالنا السابق في اكزامبل 9، وحسبنا الويت ماتريكس من عنده، وحاليا هو الستورد فكتور 1 1 1 0. فمن اجي اقول اس ترانسبوز في اس لازم اضرب في 2 باعتبار هذا التمثيل باينري، فاضرب في 2 واطرح 1، فهذه القيمه من اضربها في 2 حصير عندي 2 اطرح منها 1 صارت عندي 1. هذه كذلك، هذه كذلك، هذه القيمه من اضربها في 2 ستيل 0، من اطرح من عندها 1 صار عندي -1. فالاس من اضربها في 2 واطرح 1 راح يطلع لي قيمته 1 1 1، وهنا -1. من هذا عمل ترانسبوز في ال 2s-1، يعني عندي 2s-1 ترانسبوز في ال 2s-1، راح نحصل على ويت ماتريكس اللي نفس حصلناه بالمثال السابق من خلال هذا الفكتور. طيب يفترض بهذا المثال عندي عمليه الابديتنج لليونتس مالتنا، عمليه الابديتنج للاكتيفيشن مالت اليونتس هي راندوم، والاوردر حنختار اوردر عشوائيا. خلينا نفترض الاوردر اللي اختارنا، اول شيء نسوي ابديتنج للاكتيفيشن مال y1 then y4 then y3 واخيرا y2. طيب نجي على السوليوشن، اول خطوه نسوي انيشلايز للاوزان مالتنا، وهنا انا عندي الستورد فيكتور مالتي هو 1 1 1 0، راح نضربه في 2 نطرح من عنده 1 اخذه، اصبح عندي كانما 2s-1 ترانسبوز في 2s-1، يطلع من عندنا هذا الفكتور. ماخذين بنظر الاعتبار الدياجونال لازم يكون عندنا الويت اوف اي ايكوال 0. طيب نجي الى الانبوت فكتور اللي راح يجي على الشبكه اللي هو اكس يساوي لي 0 0 1 0. قلنا عندنا كان مستيك باول اليمنت اول كومبوننت وثاني كومبوننتس. اول خطوه نساويها قلنا حاعتبر انه قيمه الاكتيفيشن مالت النيورونز اللي عندي مساويه للانبوت فيكتور. بالبدايه القيم عندي كلها زيروز، اجاني انبوت فيكتور اكس هذه القيم مالته، راح يدخل ستريت فورورد على اليونتس مالتنا، فعندنا قيم الاكتيفيشن مالت الواي حتساوي لي قيم اكس وتساوي لي 0 0 1 0. طيب نبدي بعمليه احتساب الاكتيفيشن مالت الوحدات مالتنا. اختارينا اول يونت لان نسوي عليها عمليه ابديتنج للاكتيفيشن هي y1. طيب نجي نحسب النت على هذا النيورون 1، والنت مثل ما نعرف يساوي لي السيجنال الخارجيه زائدا مجموع السيجنالز اللي جايتني فيدباك من باقي النيورونز مضروبه في الويت اللي موجود على الكونكشن لينك بيناتهم. فنجي y1 يساوي لقيمة x1، وقيمة x1 هنا 0، قيمة x1 0 بلس هذا السميشن من اجي افتحه يساوي لي ال y1 في ال weight of 1 بلس y2 في ال weight of 2 بلس y3 في ال weight of 3 بلس y4 في ال weight of 4. نعرف كل الزين ال weight of 1 هو 0، ف
إن كتبت هذا التيرم أو ما كتبته أنا أعرف القيمة مالته هو زيرو. فنجي ال x of 1 equal 0 ال weight of 1 في y1 y1 أيضا 0 في ال weight هو 0 plus ال weight of 2 ال weight of 2 اللي هو 0 اللي هو 0 مضروب في ال weight of 2 1 ال weight of 2 1 اللي هو 1 طيب plus ال y3 اللي هو 1 y3 هو 1 اللي هو 1 مضروب في ال y of 3 1 ال y of 3 1 قيمته أيضا 1 plus y4 قيمته 0 مضروب في ال y of 4 1 y of 4 1 قيمته minus 1 بس 0 في minus 1 أصبح عندنا 0 فالنيت اللي يطلع لي قيمته بال y in 1 يساوي لي 1 طالما ال y in 1 أكبر من 0 وأنا هنا منطقة قيمة للثريشولد فاليو على اعتبار أنه من منطقة قيمة قيمة الثريشولد فاليو equal 0 فطالما ال y in 1 greater than 0 إذن الاكتيفيشن مالتها حتكون لل y1 equal 1 من أقول equal 1 معناها ال input vector اللي إجاني صار عليه وخزنته هنا ال input vector اللي إجاني وخزنته بقيم ال y صار عندي بالواي ابديتنج على الاكتيفيشن مال اول اليمنت مالته فصار عندي قيمته بدل ما كانت قيمه الواي بدل ما كانت 0 0 1 0 اصبح هذا الكومبوننت قيمته 1 فراح يصير عندي الواي يساوي 1 0 1 0 هذا السيجنال حيصير له كانما حيصير له برودكاستنج من اتعامل هسه في حساب الباقي اليونتس قيمة ال y1 equal 1 كأنما حصير عندي برودكاستنج لباقي النيورونز نكمل حلنا ننتقل نختار اليونت الثانية اليونت الثانية اختارينا أنا y4 حتى نحسب الابديتنج نحدث الابديت اكتيفيشن فانكشن مالها ال y4 شي يساوي لي النيت مالته النيت yn4 شي يساوي لنا قيمة السيجنال اللي داخل على ال y4 اللي هي ال x4 الاكسترنال سيجنال x4 زائدا ال y1 في ال weight of 1 4 weight of 1 4 زائدا ال y2 في ال weight of 2 4 plus ال y3 في ال weight of 3 4 plus y4 في ال weight of 4 4 ارجع اقول هاي دا احسب ال net of yn of i يساوي ال x of i plus ال weight of ال y of j مضروب في ال weight of j i هنا summation والj ياخذ لي القيم مالتنا الى حد الان طيب نجي ال x4 قيمته باقي 0 ما تغيرت باقي عندي 0 plus قيمه ال y1 هي القيمه الجديده اللي دخلت هذا اللي نقول عليه صار برودكاست حيصير برودكاستنج لباقي القيم اللي هي 1 في ال weight of 1 4 قيمته minus 1 plus ال weight of 2 equal 0 ال weight of 3 باقي قيمته 1 ينضرب في ال weight of 3 4 في minus 1 وال weight وال y of 4 قيمته 0 مضروب في ال weight of 4 4 الناتج راح يطلع لي هنا summation مالتهم يطلع لي minus 2 اذا النت عندي طالما less than 0 قيمة ال y4 قيمة ال activation مال y4 راح تساوي لي 0 من اجي احدث ال y راح يكون عندي القيمة الرابعة 0 وهي كانت 0 فراح تبقى ما راح تتغير عندنا حسب السيكونس اللي اختاريناه الراندمنس اللي اختاريناها قلنا اول شيء نختارينا y1 بعدين y4 بعدين y3 فنجي نشوف قيمة ال activation مال y3 نحسب النيت لل y3 يساوي لي الاكسترنال سيجنال x3 بلس y1 مضروبه في weight of 1 3 بلس y2 مضروبه في weight of 2 3 بلس ال y3 مضروب في weight of 3 3 بلس y4 مضروب في weight of 4 3 من نعوض بالقيم مالته راح نشوف الناتج equal 2 طالما النيت عندي greater than 0 اذا y3 equal 1 من اجي اسوي updating الى ال y لازم احط هذه القيمه في موقعها حتى يصير لها برودكاستنج للبقية فهي اوريدي كانت 1 وبقى الواي فيكتور مثل ما هو ننتقل لاحتساب نسوي ابديتنج حتى نحسب للقيم الاكتيفيشن مال واي 2 باعتباره هو اليونت الاخيره فنجي
نحسب النت مالته واي ان 2 يساوي الاكسترنال سيجنال اكس 2 زائد سميشن مال ويتد انبوت للنيورونز اللي عندي، وناخذين بنظر الاعتبار انه هذه القيمه راح هي 0، النت مالتنا يطلع equal 2. فاذا واي ان 2 greater than 0، وبالنتيجه الاكتيفيشن مالت الواي يساوي لي 1. من الاكتيفيشن مال 2 يساوي 1 راح اجي اسوي ابديتنج للواي فيكتور، فالقيمه مال واي 1 من سوينا لها تحديث هي 1، القيمه مال واي 2 هذه القيمه حسبناها راح تصير عندي 1، والقيمه مال واي 3 1، والقيمه مال واي 4 هي 0. لو تلاحظون هذا الفيكتور بالحقيقه هو نفس الستورد فيكتور، الباينري ستورد فيكتور، بس اللي حيصير طالما بعض الاكتيفيشن تغيرت عندي خلال عمليه الابديت سايكل، خلال عملية الابديتنج تغيرت عندي بعض القيم، فيراد لنا على اقل تقدير باس جديد على كل اليونتس فيكتور، على كل الانبوت فيكتور الموجودة عندي، ونشوف هل حتتعدل الاكتيفيشن لو راح تبقى مستقر. الحقيقة اللي راح نلاحظه انه اي اتريشن اضافية راح نسويها راح حتخلي لي القيم مالت الاكتيفيشن مال كل اليونتس عند المقدار 1110، بمعنى اخر انه النت عندي صار بها كونفرجنس الى واستقرت عند الستورد فيكتور مالتنا. وشكرا.